مصطفى الديواني أحد أعلام طب الأطفال في مصر وصاحب فكرة تطعيم الأطفال عن طريق الفم. ولد في يناير عام 1906 وتلقى دروسه الابتدائية في مدرسة عباس بالسبتية. تخرج في كلية الطب بجامعة فؤاد الأول عام 1929 وعين بها أستاذاً عام 1951، ثم صار رئيساً لقسم طب الأطفال عام 1958. ساهم في تحرير مجلة النديم الروائي التي كانت تصدر عن مؤسسة المقطم والمقتطف. أصبح مديراً لمعهد شلل الأطفال التابع لجامعة القاهرة، وساهم في تقليل عدد حالات شلل الأطفال في مصر. عين أميناً عاماً للمجلس الأعلى للطفولة عام 1980. حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 1983 وأطلق اسمه على أحد شوارع جاردن سيتي لإسهاماته الطبية الهامة.